هبدأ بكأس العالم. أجواء مبهجة واحتفالية ممكن نصفها، سواء على مستوى جوه أرض الملعب، على مستوى المدرجات، على مستوى التنظيم. شايف المشهد إزاي معالي الوزير؟ الحقيقة أنا يعني أنا متخيل إن كل حد بيحب كرة القدم سعيد جدا. يعني الأجواء من يوم 18 أو من يوم 20 دلوقتي نوفمبر لغاية النهاردة هو عايش في زي كده يعني مهرجان كروي جميل بكل أبعاده. والحقيقة شايف إنه الظروف اللي حصلت قبل تنظيم قطر للمونديال هي اللي ساعدت إلى حد كبير قوي إن احنا نشوف هذا الحدث بالشكل الرائع ده اللي ما أعتقدش إن هو هيتكرر على الأقل في الكام نسخة القادمة. يعني أي ظروف؟ أقول لحضرتك الظروف، يعني من وجهة نظري طبعا يعني فيما يخص يعني التنظيم البطولات أو الإعداد لتنظيم بطولات. أولا قطر صدفة إن هي قبل 12 سنة من إقامة كأس العالم هي عرفت إنها هتنظم كأس العالم. مظبوط. لأن هم في ذلك الوقت قرروا إن هم يحددوا الدولة اللي هتنظم في 2018 نسختين متتاليتين. فبالتالي كان عندها وقت 12 سنة تقدر تحدد فيه هي هتعمل إيه في 2022. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن قطر فعلاً عملت استادات كلها جديدة أو معظمها جديد لاستضافة هذه النسخة، مش زي دول كتير كان موجود عندها استادات وعندها عدد كبير من الاستادات في مدن مختلفة وعملت تطوير ليها. يعني لما رحت روسيا كان في بعض الاستادات مطورة مظبوط وفي بعضها قليل قوي منها هو اللي حديث. لكن قطر الحقيقة يعني أكتر من 6-7 استادات جديدة لأول مرة بتتعمل علشان استضافة كأس العالم. فطبعا لما في حاجات بتتبني في 2015 و17 و19 و20 بتبقى أحدث حاجة وبأحدث طراز فيها كل التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة. فبرضو دي ساعدت في هذا الأمر أنه تطلع المنشآت بالشكل الرائع ده. وطبعا التكنولوجيا بتتقدم من كل فترة لفترة، فلما بتبني آخر حاجة ده تقدر تعتبره مزبوط. آخر حاجة يعني. الحاجة المهمة برضو أن أنت المساحة بتاعت قطر كلها كأنك يعني بتقيم كأس العالم في قرية أولمبية. مزبوط. القرية التوصيف قرية أولمبية. القرية الأولمبية دي تشمل ال 32 جمهور اللي جايين، بتشمل كل اماكن الترفيه من المطاعم والمسارح يعني اي حاجه انت عايز، القعده على الشاطئ، الاماكن، الكازينوهات، كل ده موجوده داخل القريه الاولمبيه. تقدر في مكان الاقامه بتاعك من يوم ما تيجي لو منتخبك هيفوز بكاس العالم هتقعد الشهر كله في نفس الاوضه في نفس المكان. مش هتضطر تنتقل من هنا لهنا، والسيمي فاينل هتلعب في مدينه وده تسافر مدينه، فكمان الانتقالات والتكاليف الاقامه هتبقى افضل كتير من الانتقال. فالحقيقه كل الامور كمان دي يعني انا اعتقد ان هذه النسخه هي معموله في منطقه من العالم يمكن ربما لم تستضيف حدث بهذا يعني الكبر الحجم في السنوات السابقه. وبالتالي هم كل الناس اللي جايه من كل دول العالم تعرفت على ثقافات جديده وشافت حاجه جديده وشافت يعني تاريخ المنطقه ديت، فبقى نوع من السياحه كمان المختلفه غير لما اكون مثلا انا في اوروبا بس بلعب في المدينه اللي جنبي او في البلد اللي جنبي فانا بتنقل او نفس الثقافه. او هم كمان على الجانب السياحي شافوا حاجه جديده خالص وسياحه الصحراء والشواطئ. مظبوط. شفت ازاي الانتقادات اللي كانت موجهه ما قبل انطلاق البطوله وشفت ازاي التعامل معاها لحد بدايه البطوله بل وهي شغاله، سواء على مستوى العمال، على مستوى صغر المدينه اللي هو حضرتك شفته امر ايجابي وليس سلبيا، اللي هو على موضوع التعامل ما وصف بحقوق الانسان، شفت ده ازاي وشفت ازاي التعامل معاه معالي الوزير؟ في كل النسخ السابقة أو يعني في معظم النسخ السابقة اللي واحد تابع فيها عمليات التنظيم بتحصل نفس هذه الأمور مع اختلاف الموضوعات يعني المختلفة. يعني وكنا دايما نقول أنه أول ما يطلق صفارة بداية الافتتاح، مباراة الافتتاح، كل الأمور دي هتتلغي والناس هتبتدي تركز في كرة القدم وهتشوف الكرة واللي وما سينقل ليها وما ستعيشه في أجواء المباريات هو ده اللي هيبقى الانطباع. كل الأجواء السياسية والاجتماعية والعمالية والاقتصادية اللي بتحوط حول الموضوع ده تحيطه كل ده هيبقى يتنسي لان الكرة هتسيطر على كل حاجة واحداث المباريات هتسيطر كل حاجة. ففي كل مرة كان عندنا مشكلة وكان في كل مرة على التصويت ومرة على مين اللي خدها ومرة كان لا ده كان المفروض دي احق من ده بانه كل مرة بتبقى كده. لكن الحقيقة قطر قدمت نسخة انا من وجهة نظري يعني، والواحد اشتغل في حاجات من التنظيم وشاف كاس عالم في نسخ قبل كده في دول مختلفة، لا عملت حاجة الحقيقة انا اعتقد انها غير مسبوقة يعني. قلت انها صعبت لنسخ قادمة على مستوى التنظيم،
هناك احتمال لملف مشترك ما بين مصر والسعودية واليونان ان هم يستضيفوا بطولة 2030. ايه مدى امكانية ان ده يحصل؟ وهل ترى انه ده قابل ان هو يكون ملف كبير ينجح في حصد الاصوات المناسبة لان يفوز باستضافة المونديال؟ شوف احنا يعني انا من مراجعة السريعة كده لسؤال حضرتك، انا ما اعتقدش انها اقيمت في عدة دول غير يمكن في 2002 لما اقيمت في كوريا واليابان. مظبوط. لكن في كل النسخ كانت فرنسا 98، 2006 كانت في المانيا، 10 كانت في جنوب افريقيا، 14 في البرازيل، 18 في روسيا. ففي معظم الاحيان كانت بتقام في دولة واحدة. النسخة اللي جاية ثلاث دول لأول مرة. النسخة الثانية اللي جاية ثلاث دول و48 منتخب. مظبوط. ف48 منتخب ومقامة في ثلاث دول، انا شايف ان هي يعني حد بيلعب في المكسيك وحد بيلعب في كندا في الشمال وحد بيلعب في هيوستن وحد بيلعب في نيويورك يعني القصة دي كأنك من وجهة نظر يعني ما زلت بتعمل مباريات تصفيات لغاية ما هتجمع الفريق في الفرق او اللي هتتلعب في الاخر في دور الثمانية. انما زي ما بقتي بسمع ان مش عارف فرقة بتلعب في دولة ايه عشان اللي هيكسب هيوصل للمونديال، فهي هتبقى بالشكل ده ومفيش يعني التواجد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي اللي موجود فيها. فأنا أعتقد أنه النسخ اللي بعد كده كمان نتيجة زيادة التكاليف، لأن يعني قطر الحقيقة صرفت كويس وعندها القدرة المالية أنها تقدر تقيم هذا الأمر. مش كل دول العالم اللي تقدر تتحمل في ظل الظروف الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي في الكون كله أنها تقدر تتحمل إنفاق لكأس العالم ب 48 منتخب. فلابد أن يتم توزيعه على عدة دول يعني. ده من الناحية الاقتصادية. لكن وجهة نظري الشخصية أن لما بتقام في دولة واحدة وتكون 32 فريق، هو ده الرقم والعدد اللي أنا شايفه الأكتر حاجة ممكن تقدر تقول إنك بتتفرج على نهائيات كأس العالم. مش